بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول في مقرر المحاسبة والمراجعة الدولية كود 434. هذا المقرر بينقسم إلى قسمين. القسم الأول خاص بالإثبات المحاسبي للعمليات المالية الأجنبية، ويشمل الموضوعات الآتية مقدمة في المحاسبة الدولية: سعر الصرف وأنواعه، المحاسبة عن العمليات المالية الأجنبية النقدية والعمليات المالية الآجلة وعقود التراخيص الدولية، والمحاسبة عن عقود الصرف الآجلة بغرض التغطية، وأخيرا المحاسبة عن عقود الصرف الآجلة بغرض المضاربة. أما القسم الثاني فيتضمن موضوعين أساسيين: ترجمة القوائم المالية المعدة بعملة أجنبية، أسعار التحويل والضرائب الداخلية أو الضرائب الدولية. بالنسبة للجزء الأول هناخد أول موضوع المقدمة في المحاسبة الدولية. عايزين نعرف مفهوم ومجالات تطبيق المحاسبة الدولية، وأيضا الدوافع الاقتصادية لممارسة النشاط على نطاق دولي، والأشكال القانونية لممارسة النشاط على نطاق دولي، وأهم المشكلات الناتجة عن ممارسة النشاط. زيادة الفائدة العملية الناتجة عن تطبيق مفاهيم المحاسبة الدولية. مجالات التطبيق متعددة تقتصر على العمليات ذات الطابع الدولي. العمليات ذات الطابع الدولي. من أهم المشكلات تسجيل العمليات تتم بعملة أجنبية، بنسميها العمليات الأجنبية، وإعداد التقارير المالية لنتائج عمليات ونشاط الشركات الدولية، والتحليل المالي على المستوى الدولي لأغراض المقارنة بين شركات المجموعة من شركات تابعة وشركة قابضة، توفير البيانات والمعلومات المحاسبية لخدمة الأسواق المالية العالمية، ترجمة القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة التي تعمل في الخارج، تسعير الصفقات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة التي تعمل في الخارج، دراسة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية لأغراض التنسيق والتوحيد على المستوى الدولي. بالنسبة للدوافع الاقتصادية لممارسة النشاط، طبعا احنا عارفين دلوقتي منذ القدم هناك تبادل بين الأفراد وبين الدول، وأوضح مثال على ذلك رحلتي الشتاء والصيف اللي تم ذكرها في القرآن الكريم. من أهم الدوافع الاقتصادية لممارسة النشاط على نطاق دولي على مستوى دولي لمجموعة شركات ضخمة كبيرة مساهمة، شركات مساهمة ضخمة، هدفين اتنين: هدف النمو، وهي انها توفر عوامل الانتاج بتكلفة اقل، وبالتالي والحصول على فرص استثمار افضل، والوصول الى اسواق رأس المال، والاقتراض بشروط ميسرة. طبعا كل هذه العوامل تؤدي الى تعظيم الربحية، وهو الهدف الثاني، وهو هدف تعظيم الربحية تعتبر نتيجة للهدف الاولاني. النقطة الثالثة بالنسبة للاشكال القانونية لممارسة النشاط على نطاق دولي، هناك عدة أشكال أو صور قانونية لممارسة النشاط على نطاق دولي. أول حاجة ممارسة النشاط دون امتلاك منشأة، زي مثلا التعامل مع متاجر أو سماسرة، منح التراخيص الدولية ومقابل إتاوة،
مش محتاجة مكتب ولا شركة ولا بتاع، منح ايه اجراء. طيب يبقى دي ممارسة النشاط دون امتلاك منشأة تابعة في الخارج. نمرة 2، امتلاك منشآت دائمة في الخارج زي الفروع، مكاتب التمثيل، المخازن، المصانع، مكاتب البيع او الاستيراد والتصدير، وهي شركات وحيدة الجنسية، يعني ما بتكتسبش جنسية الدولة اللي موجودة فيها، يعني تقتصر على جنسيتها اللي هي بتتبعها من البداية. نمرة 3، تأسيس او المشاركة او الشراء في تأسيس شركات تابعة في الايه في الخارج، ودي بتاخد احد صورتين، شركة متعددة الجنسيات، ودي بتكتسب الجنسية بتاعت الدولة اللي هي بتمارس النشاط فيها، يبقى عندها اصبح عندها جنسيتين او عدة جنسيات لانها قد تمارس النشاط في عدة ايه دول مختلفة. طيب السيطرة المالية والاقتصادية والادارية ما زالت للشركة القابضة، الشركة التابعة بتمارس نشاطها وتحت رقابة واشراف الشركة الايه القابضة. الشركات النوع الثاني شركات عابرة الجنسية، عابرة الجنسية او عابرة الحدود القومية، ديت اللي بتكتاك يعني بتمارس النشاط بتاعها في عدة قارات. طيب اخر صورة الكونسيرتيوم. الكونسيرتيوم عبارة عن اتحاد مجموعة من الشركات الضخمة الكبيرة للقيام بمشروع كبير ضخم محتاج الى خبرات متعددة ورؤوس اموال ضخمة. واوضح مثال على كده مترو انفاق القاهرة اللي اشتركت فيه، عبارة عن اتحاد مجموعة من شركات مصرية وبالاضافة الى مجموعة من الشركات الفرنسية. من اهم المشكلات بقى، اخر نقطة عندنا في الوحدة ديت، اهم المشكلات الناتجة عن ممارسة النشاط على نطاق دولي. هناك العديد من المشكلات التي تواجه منظمات الاعمال التي تمارس نشاطها على نطاق دولي، واحنا هنقتصر على اهم هذه المشكلات اللي بيتعرض لها المقرر. اول حاجة ترجمة العمليات المالية التي تتم بعملة اجنبية الى عملة محلية، وبعدين المحاسبة عن عقود الصرف الاجلة. 3، اعداد وترجمة القوائم المالية المعدة بعملات اجنبية الى العملة المحلية لاعداد القوائم المالية المدمجة او الموحدة لمجموعة الشركات القابضة والتابعة. تسعير الصفقات الدولية المتبادلة بين الشركة القابضة و بين شركاتها التابعة لها، بنسميها اسعار التحويل الدولي. وبعدين التحاسب الضريبي الدولي واثر الضرائب على اسعار التحويل الدولية. ده بالنسبة للوحدة الاولى كمقدمة للمحاسبة الدولية. عرفنا فيها ايه هي المحاسبة الايه الدولية، مجالات تطبيقها، الدوافع الاقتصادية لممارسة النشاط الاقتصادي لمجموعة الشركات على مستوى او على نطاق دولي، واهم المشكلات واهم الاشكال والصور القانونية التي تمارس بها هذه المنظمات نشاطها على نطاق دولي، واخيرا اهم المشكلات اللي هيتعرض لها مقرر المحاسبة الدولية. الوحدة الثانية سعر الصرف وانواعه. عايزين نفهم نعرف الاول ايه هو سعر الصرف، ايه انواع وتصنيفات سعر الصرف من جوانب متعددة، والعوامل الاقتصادية المؤثرة في تحديد سعر الصرف، والمشكلات الناجمة عن التعامل بعملات اجنبية وتقلبات اسعار الصرف. سعر الصرف عبارة عن سعر التبادل من عملة بين عملتين مختلفتين، بين عملتين مختلفين. يعني لما نيجي نقول الدولار بيساوي 7.5 جنيه، يعني ممكن ادي لك دولار وتديني 7.5، يبقى ده هو اسمه سعر الايه الصرف. ايضا لما اجي اقول الجنيه المصري يساوي 14 سنت، ده يعتبر سعر صرف، برضو نفس الكلام، ادي لك جنيه مصري تديني 14 سنت امريكي. الريال الجنيه ب 2.1 جنيه،
يعني ادي لك ريال وتديني 2 جنيه وواحد من عشرة، او ادي لك جنيه وتديني 60 هللة اللي هو سعودية الى اخره. ده سعر الصرف. يبقى سعر الصرف هو سعر التبادل بين عملتين مختلفتين، يعني يعتبر هو نفسه سعر التحويل من عملة لأخرى، من عملة لأخرى. طيب أنواع سعر الصرف، هناك أنواع متعددة لأسعار الصرف، تختلف هذه الأنواع حسب طريقة التصنيف المتبعة. فإحنا عندنا أول حالة أو النقطة من حيث طريقة التعبير عنه، سعر الصرف المباشر وسعر الصرف غير المباشر. سعر الصرف المباشر هو سعر وحدة العملة، وحدة العملة الأجنبية مقابل وحدة عملة محلية. يعني لما اجي اقول الدولار يساوي 7.5 جنيه مصري، يبقى ده يعتبر سعر مباشر، سعر صرف مباشر. لما اجي اقول الريال السعودي يساوي 2.1 جنيه مصري، ده يعتبر سعر صرف ايه؟ مباشر. يبقى سعر الصرف المباشر هو سعر وحدة العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، مقارنة بالعملة المحلية. إنما لما نقول العكس بقى يبقى اسمه سعر الصرف غير المباشر، يعني سعر وحدة العملة المحلية مقارنة بوحدة العملة الأجنبية. لما أجي أقول جنيه مصري يساوي 14 سنت أمريكي، لما أجي أقول جنيه مصري يساوي 60 هللة سعودية وهكذا، ده يعتبر سعر صرف غير ايه؟ مباشر. سعر الصرف غير المباشر بيساوي، خلي بالك معايا، سعر الصرف غير المباشر بيساوي 1 على سعر الصرف المباشر. يعني لو قلنا دلوقتي سعر الصرف المباشر جنيه الدولار يساوي 7.5، لو قسمنا 1 على 7.5 يبقى هو ده سعر الايه؟ الصرف غير الايه؟ المباشر. يبقى سعر الصرف غير المباشر بيساوي 1 على سعر الصرف الايه؟ المباشر. لما اجي اقول ريال سعودي يساوي 2 جنيه مصري، لما اقسم 1 على 2 يبقى بيساوي نص، يبقى معناها ان الجنيه المصري يساوي نص الايه؟ ريال. ده يعتبر سعر صرف غير مباشر. طيب التبويب الثاني من حيث اساس تحديده، بنحلل اسعار الصرف الى نوعين، سعر الصرف الحر وسعر الصرف الرسمي. سعر الصرف الحر هو سعر الصرف الذي يتحدد بناء على قوى العرض والطلب في السوق المصرفية، يعني سعر الصرف في السوق هو ده اسمه سعر الصرف الايه؟ الحر. طيب باعتبار ان العملة تعتبر كأي سلعة اقتصادية بيتم تبادلها بأسعار محددة. سعر الصرف الرسمي عبارة عن سعر الصرف التي تحدده الجهات المختصة داخل الدولة. كمثال البنك المركزي المصري لما يجي يقول سعر الدولار، دولار بيساوي 7.2، يبقى هو ده اسمه سعر الصرف الايه؟ الرسمي. وسعر الصرف الرسمي بينقسم الى نوعين، سعر الصرف التشجيعي وسعر الصرف الجزائي. سعر الصرف التشجيعي سعر بتحدده الجهات الحكومية بغرض زيادة مثلا الصادرات، يبقى فيه سعر صرف خاص بيها، يبقى 7.2 مثلا. سعر الصرف الثاني اللي هو سعر الصرف الجزائي هو ده سعر صرف بتحدده الجهات الحكومية برضه بغرض الحد من عمليات معينة، زي مثلا حد من الواردات، انه بنرفع سعر الايه؟ الصرف. يبقى في الحالة دي هنحد من الايه؟ الواردات، هنقول سعر الصرف جنيه الدولار ب7.5. طب يبقى في فرق بين الاثنين، ده 7.2 وده 7.5. ده 7.2 عشان نشجع عمليات معينة زي مثلا التصدير، زيادة التصدير. سعر الصرف اللي هو 7.5 ده علشان نحد من عمليات معينة زي عمليات الاستيراد او عمليات الواردات المتعلقة بالواردات. يبقى في الحالة دي لازم يكون سعر الصرف بتاعها اعلى من سعر الصرف التشجيعي.
التبويب الثالث من حيث وقت تسليم العملة بنحلله إلى نوعين، بنحلل سعر الصرف إلى نوعين، سعر الشراء وسعر البيع. سعر الشراء هو السعر اللي بيشتري به البنك أو مكتب الصرافة من العملاء. سعر الصرف، سعر البيع عبارة عن السعر اللي بيبيع به البنك أو مكتب الصرافة للإيه؟ للعملاء. يبقى فيه لو أنت دخلت أي بنك أو أي مكتب صرافة تلاقي فيه لوحة مكتوبة قدامك سعر، مثلا كمثال الدولار، سعر الشراء، سعر البيع. الفرق بين سعر البيع وسعر، طبعا سعر البيع هيكون أعلى لأن هو هيبيع. الفرق بين الاثنين يمثل عمولة الإيه؟ البنك مقابل عملية التبادل. وهذه العمولة حلال شرعا، يعني مباحة شرعا، لأن العملة تعتبر كأي سلعة اقتصادية. طيب التصنيف الرابع اللي هو من حيث مدى ارتباط سعر الصرف بالزمن، بنحلل أسعار الصرف إلى نوعين، سعر الصرف التاريخي وسعر الصرف الجاري. خلي بالك من التبويب ده لأنه مهم، لأنه معانا على طول المقرر. سعر الصرف التاريخي هو سعر الصرف في تاريخ حدوث عملية معينة أو نشأة التزام أو اقتناء أصلي أو إيراد أو مصروف في الماضي، يبقى هو ده اسمه سعر الصرف الإيه؟ التاريخي، يعني حدث في تاريخ حدوث العملية أو اقتناء أصلي. اشترينا أراضي أو آلات من 10 سنين، سعر الصرف في يومها يوم ما اشترينا هو اسمه سعر الصرف الايه؟ التاريخي. سعر الصرف الجاري هو سعر الصرف في تاريخ تسوية العملية بالسداد او الايه؟ او التحصيل. طبعا في فرق بين سعر الصرف الجاري وسعر الصرف الايه؟ التاريخي. الاسعار ما بتبقى ثابتة على طول، لا، ده تحصل فيها تقلبات بين الارتفاع والايه؟ والانخفاض. يبقى سعر الصرف الجاري هو سعر الصرف في تاريخ تسوية العملية أو في تاريخ إعداد القوائم الإيه؟ المالية، أو في تاريخ السداد أو التحصيل، هو ده اسمه سعر الصرف الإيه؟ الجاري. هذا التبويب مهم في ترجمة القوائم المالية. إيه بقى العوامل الاقتصادية المؤثرة في تحديد سعر الصرف؟ هناك العديد من العوامل اللي بتأثر والواجب أخذها بصدد تحديد سعر الصرف، أهمها الفائض أو العجز في ميزان مدفوعات الدولة، يعني التضخم والانكماش، الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية والذهب، ومدى إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي، معدل التضخم السائد في الدولة، معدلات الفائدة السائدة في البنوك، مدى تدخل البنك المركزي في السوق المالية الدولية، السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، علاقة العملة المحلية بعملة أجنبية، يعني مثلا الجنيه المصري مرتبط بالدولار الأمريكي كمثال. طيب درجة الاستقرار السياسي والأمن والأمان في الإيه؟ في الدولة. طبعا كل ما زادت درجة الأمن والأمان في الدولة كل ما استقرت أسعار الإيه؟ الصرف. إنما كما حدث في العراق مثلا في من سنة الحرب العالمية، الحرب الأولى والحرب الثانية، انخفضت قيمة العملة بتاعت الايه؟ العراق، نتيجة الظروف اللي كانت بتسود في تلك الفترة. طيب أهم المشكلات الناتجة عن التعامل بعملات أجنبية وبتتمثل في 1 ترجمة العمليات المالية الأجنبية إلى العملة المحلية لإثباتها في السجلات والدفاتر المحلية. 2 المعالجة المحاسبية لعقود الصرف الآجلة. 3 المعالجة المحاسبية لأرباح وخسائر تقلبات أسعار الصرف. المعالجة المحاسبية لعقود التراخيص الدولية. ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات أجنبية إلى العملة المحلية. أسعار التحويل والضرائب الدولية، ودي بتمثل أهم المشكلات التي سيتعرض لها المقرر. بكده انتهت الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة بقى المحاسبة عن العمليات المالية الأجنبية. عايزين نعرف ايه هي العملية المالية الأجنبية
انواع العمليات المالية الاجنبية، مشكلات تسجيل العمليات المالية الاجنبية، المعالجة المحاسبية للعمليات المالية الاجنبية، ثم امثلة. ابتداء من هذه الوحدة هيبقى في عندي امثلة عملية تطبيقية الى اخره. العملية المالية الاجنبية عبارة عن عملية تتم بعملة اجنبية، يعني عملية تم الاتفاق عليها بعملة اجنبية وحيتم تسويتها بعملة اجنبية، يبقى دي اسمها العملية المالية الاجنبية. ما هو الشرط يكون طرفي العملية اجانب، لا، ولا احد اطرافها. كمثال نقول لو شركة مصرية اودعت مبلغ بالدولار في احد البنوك المصرية برضه، يبقى دي شركة مصرية ودي بنك مصر، بس العملة المودعة دولار، يبقى مختلف عن العملة المحلية، يبقى دي تعتبر عملية مالية اجنبية. انما لو كانت شركة مصرية اودعت في بنك بريطانيا 1,000,000 جنيه مصري، العملة محلية، يبقى دي ليست عملية مالية اجنبية ولكنها عملية محلية. يبقى العملية المالية الاجنبية هي العملية التي تتم اللي بتحدث ويتم تسويتها بعملة اجنبية. طيب انواع العمليات المالية الاجنبية تتمثل انواعها الرئيسية في نمرة 1 عمليات الاستيراد والتصدير، الاستيراد او الشراء والتصدير او البيع للبضائع والخدمات بالعملة الاجنبية، لما استورد او اصدر بضاعة بالعملة الاجنبية. عمليات الاقراض او الاقتراض بالعملة الاجنبية، اخدت قرض بالدولار معي وحسدده بالدولار، او منحت قرض للغير بالدولار او بالاسترليني او باليورو الى اخره وحستلمه بنفس العملة، يبقى عندي عمليات الاقراض او الاقتراض بالعملة الاجنبية. نمرة 3 عقود التراخيص الدولية وسداد او تحصيل قيمة الاتاوات بالعملة الاجنبية. طبعا عقود التراخيص الدولية هنفرد لها وحدة خاصة بها ازاي نعالجها وازاي بيتم سدادها الى اخره. عقود الصرف الاجلة، عقود الصرف الاجلة معناها التعاقد مع البنك على ان احنا هنشتري عملة بسعر نتفق عليه دلوقتي على ان يتم التسليم في تاريخ لاحق اللي هو تاريخ تسوية العملية، او ممكن احنا مصدرين هيجينا عملة بعد 6 شهور، ممكن نتفق مع البنك على ابرام عقد صرف اجل لبيع العملة بسعر نتفق عليه دلوقتي وبغض النظر عن سعر الصرف الجاري في تاريخ التسوية. طيب يبقى عقود الصرف الاجل. عقود المضاربة على تقلبات اسعار الصرف. النوع الاولاني كان فيه عملية مالية اجنبية، شراء او بيع الى اخره، هنا بنضارب على العملة متوقعين ان سعر مثلا كمثال عملة ما هينخفض، فنيجي متفقين مع البنك وعاملين معاه عقد صرف اجل على ان احنا هنشتري منه العملة انتظارا لارتفاع سعرها بالسعر محدد الان في تاريخ ابرام العقد، واستلام العملة هيبقى في تاريخ لاحق. يبقى عقود المضاربة على تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية. ترجمة القوائم المالية المعدة بعملات اجنبية. طبعا احنا عندنا الشركات، شركة قابضة وشركات تابعة. الشركات التابعة بتمارس انشطتها في دول مختلفة وبتسجل في دفاترها بالعملة بتاعت الدولة اللي هي موجودة فيها. يعني الشركة التابعة اللي موجودة في السعودية بتسجل بالريال، الشركة التابعة اللي موجودة في لندن بتسجل بالاسترليني او باليورو، الشركة التابعة اللي موجودة في امريكا بتسجل بالدولار، عملات مختلفة. ما اقدرش اجمع 100,000 دولار زائد 100,000 ريال زائد 150,000 يورو مع بعض، لا، لان الاسعار مالها مختلفة.
طيب هذه الشركات بتعد قوائمها المالية بالعملة الأجنبية، احنا عايزين دلوقتي نحولها الى قوائم مالية معدة بالعملة الايه المحلية، يبقى لازم نترجم هذه الايه القوائم. الموضوع اللي بعد كده تسعير التحويلات الدولية اللي هي اسعار التحويل الدولية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، المحاسبة عن الضرائب على الشركات الدولية واثار على اسعار التحويل. طيب هنا دلوقتي بقى يبقى عرفنا انواع العمليات المالية، وناخد دلوقتي مشكلات تسجيل العمليات المالية الاجنبية. المشكلات تتمثل في اول حاجة، خلي بالك، اختيار سعر الصرف المناسب. نمرة اتنين، نعرف طريقة المعالجة، هل بنعتبر العملية من بدايتها لنهايتها عملية واحدة، وحدة محاسبية واحدة، ولا بنفصل عمليات الاستيراد او التصدير عن عمليات السداد او الايه او التحصين. طرق المعالجة، وبعدين المعالجة المحاسبية لارباح او خسائر تقلبات سعر الصرف. المعالجة المحاسبية، احنا بنقسم العمليات المالية الاجنبية الى مجموعتين، عمليات مالية اجنبية نقدية وعمليات مالية اجنبية اجلة. النقدية امرها بسيط، ما تختلفش عن العمليات اللي انت عارفها. تاريخ، في تاريخ حدوث العملية بناخد البضاعة وندفع ثمنها نقد، نشتري اصل ثابت وندفع ثمنه، نقترض ونحط حسابنا الجاري، او ندي قرض ويخفض حسابنا الايه الجاري. دي تعتبر عمليات مالية ايه نقدية. يبقى عمليات مالية يتم فيها سداد او تحصيل العملة الاجنبية فور اتمام الصفقة، اي تسوية العملية الاجنبية في نفس تاريخ حدوثها. ومن امثلتها شراء او بيع بضاعة نقدا، يعني لها عمليات الاستيراد والتصدير نقدا. طيب نمرة اتنين، نمرة واحد، نحول قيمة العملية بالعملة الاجنبية الى عملة محلية، الى قيمتها بالعملة المحلية. تلاتة، اثبات العملية المالية الاجنبية النقدية بدفتر دومي بقيمتها بالعملة المحلية. يبقى اذا العملية بتتم على مرحلتين، مرحلة حسابية وهي تتمثل في ترجمة قيمة العملية من العملة الاجنبية الى العملة الايه المحلية، ومرحلة محاسبية تتمثل في اثبات العملية بعد ما حولتها الى العملة المحلية في الدفاتر والسجلات. طيب العمليات المالية الاجنبية بقى الاجلة، يعني ادي تاريخ حدوث العملية النهاردة مثلا كمثال 24 او 25/6، واتفقنا مع اللي احنا شاريين منه البضاعة لان احنا نسدد له بعد 3 شهور. يبقى انا عندي فيها عندي تاريخين، تاريخ حدوث العملية وتاريخ تسوية العملية. هنا فيه تغيرات في اسعار الايه الصرف في المدة دي. طيب يبقى دي اسمها الاول من البداية اسمها عملية آجلة، عملية مالية آجلة، عملية مالية اجنبية ايه آجلة. يعني معناها عمليات بتحدث في تاريخ معين ويتم تسويتها في تاريخ لاحق. التسوية معناها السداد او التحصيل. طيب في تاريخ لاحق او اخر، ولذا تتعرض لتقلبات اسعار الصرف لتغير سعر الصرف في تاريخ التسوية عنه في تاريخ حدوث الايه العملية، زي استيراد او تصدير بضاعة على الحساب يعني بالاجل، ثم السداد او التحصيل في تاريخ ايه لاحق. في تاريخ حدوث العملية يتم ترجمتها بسعر الصرف الجاري في تاريخ حدوث العملية كقاعدة. اي عملية عملية مالية اجنبية بيتم تسجيلها في الدفاتر بسعر الصرف الجاري او الفوري في تاريخ حدوث الايه العملية. طيب وبعدين في تاريخ التسوية احنا هنسدد او نحصل الى اخره، يبقى هنشوف نعمل التسوية ازاي. في تاريخ التسوية تتم المعالجة باحد طريقتين،
احد طريقتين هنقول عليهم دلوقتي. هنبتدي بعد كده الى الامثله. اول مثال عندنا بقول اليك بعض العمليات التي قامت بها شركه الثوره المصريه الدوليه التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير في مصر خلال يناير 2014. العمليه الاولى في 1/1، ادي 1/1، باعت بضاعه لشركه الحرمين، يبقى بيع بضاعه لشركه الحرمين مبلغ نص مليون ريال، نص مليون ريال. طيب في 1/1/2014 باعت بضاعة لشركة الحرمين بمبلغ نص مليون ريال. طيب سعر الصرف الفوري للريال 1.8 نقدا، نص مليون ريال نقدا، سعر الصرف في التاريخ ده كان للريال 1.8 جنيه لكل ريال. طيب ادي العملية الاولانية. لو بصينا العملية ديت، طبعا المطلوب اثبات العمليات في دفاتر شركة الثورة. هنيجي نقول دي بيع بضاعة. طيب بعناها بنص مليون ريال نقدا، يعني قبضنا ما قيمته نص مليون. النص مليون تعادل كام؟ نقول كده قيمة العملية بتساوي نص، يعني 500,000 في 1.8 يساوي 900,000 جنيه مصري. طيب احنا بعنا وقبضنا، يبقى البنك رصيدنا هيزيد، يبقى القيد بتاعنا من حساب البنك الى حساب المبيعات، ادي 900,000 وادي 900,000. في اي مشكلة عندنا؟ عملية بيع عادية نقدا، بس الزيادة عندنا ان احنا ترجمناها من ريال الى جنيه مصري. العملية الثانية يوم 10، التاريخ طبعا 1/1. العملية الثانية يوم 10 استوردت اجهزة حاسب، يبقى يوم 10/1 استيراد اجهزة حاسب. طيب لاستخدامها بالشركة، مش عشان تتاكل فيها، يبقى للاستخدام، يعني تعتبر اصل ثابت، من احدى الشركات الانجليزية بمبلغ 50,000 استرليني، يبقى 50,000 استرليني، جنيه استرليني، وتم السداد بشيك على البنك الاهلي المصري، يبقى سددنا نقدا. سعر الصرف الفوري للجنيه الاسترليني 10 جنيه، سعر الصرف 10 جنيه لكل جنيه استرليني. طيب هنيجي نقول قيمة العملية 50,000 في كام؟ في 10، يبقى دي 500,000 جنيه مصري. طيب احنا استوردنا ايه؟ اجهزة حاسب، يعني تعتبر للاستخدام بتاعنا، يبقى يعتبر اصل ثابت، يبقى نقول من حساب اصول ثابتة بين قوسين اجهزة ومعدات او اجهزة حاسب، سميها زي ما تسميها، الى حساب البنك، رصيدنا في البنك نقص، اصل نقص يجعل دائم، يبقى ادي 500,000 وادي 500,000. في اي مشكلة هنا؟ يبقى دي شراء اصل ثابت، مجرد ان احنا ترجمنا القيمة من الجنيه السرليني الى قيمة بالايه؟ بالعملة المحلية اللي هو الجنيه المصري. في 15/1 اقترضت مبلغ 100,000، اقترضت يعني اخذت قرض. طيب يبقى انا هو قرض مبلغ 100,000 دولار، 100,000 دولار من البنك الاهلي المصري،
بمعدل فايدة ربوية 12%، 12% فايدة سنوية. طيب، تم ايداعه بالحساب الجاري للشركة بالبنك، سعر الصرف الفوري للدولار 6.9، سعر الصرف 6.9 جنيه لكل دولار. طيب، هي اخذت القرض، القرض يعتبر التزام على الشركة، يعني خصم، يعني يعتبر دائن، وحطت القيمة بتاعته في حسابها الجاري في البنك، يبقى رصيدها في البنك ايه؟ زاد، يجعل مدين. يبقى الاول قيمة العملية بتساوي 100,000 دولار في 6.9 بتساوي 690,000 جنيه مصري. طيب، يبقى نقول هنا من حساب البنك الى حساب القرض 690,000، والتاريخ ما فيش اي مشكلة عندنا. طيب، في 24/1 منحت الشركة قرضا، هنا اخذت قرض، هنا بقى في 24 حصلت على قرض، يبقى اقتراض، يبقى ده اقتراض. اقترضت من منح، لا هنا في 24 منحت قرض، هنا اخذت قرض يعني اقتراض، وهنا منحت قرض، منح قرض. طيب، يعني يعتبر اصل من الاصول عندها لاحدى الشركات الاردنيه بمبلغ 200,000 دينار، قيمه القرض 200,000 دينار اردني. طيب، نقدا معدل فائده 15% سنويا على ان يتم تحصيل القرض وفوائده بعد سنه بالدينار الاردني، سعر الصرف الفوري للدينار 4.2، سعر الصرف عندي 4.2. طب تعال نسجل العمليه دي، هنيجي نقول قيمه العمليه 200,000 في 4.2 يبقى هتساوي 840,000 جنيه مصري قيمه العمليه. طيب، هنا دلوقتي ادت قرض، يبقى منحت قرض، يبقى من حساب تقول الاقراض للغير، الاقراض للايه؟ للغير، الى حساب البنك 840,000. العمليه دي عكس دي، هنا حصلت على قرض واودعته في حسابها الجاري، وهنا منحت قرض ودفعت قيمته من حسابها الايه؟ الجاري. طيب، ادي العمليه الرابعه والاخيره. طيب، نيجي بقى نقول مثال اتنين، مثال اتنين. اليك بعض العمليات التي قامت بها شركة الصفا المصرية الدولية، كافة عمليات السداد او التحصيل تتم عن طريق البنك. خلي بالك، حتى لو ما نصناش على الحتة الاخرانية دي، ان كل العمليات بتتم عن طريق البنك، لان ده تبادل دولي، مفيش واحد هيشيل صندوق ويروح يوديه انجلترا او يوديه امريكا الى اخره، لا ده فيها مخاطر، هي كلها عمليات تحويل بين البنوك، يبقى عن طريق الايه؟ البنك. في 26/11 باعت بضاعة لاحدى الشركات السعودية بمبلغ 300,000، يبقى يوم 26/11/2013 باعت بضاعة مبلغ 300,000، يبقى بيع بضاعة بمبلغ 300,000 جنيه استرليني. طيب، سعر الصرف الفوري 8.9، سعر الصرف 8.9 جنيه لكل استرليني. طيب، على ان يتم التحصيل في 15/1/2014، ادي هنا ادي البيع، التحصيل هيتم التحصيل امتى؟ في 15/1/2014، 15/1
2014. طيب، وقد قامت الشركة المصرية بتحصيل مستحق على الشركة السعودية في التاريخ المتفق عليه نقدا، وكان سعر الصرف الفوري 9.2، يبقى أنا هو سعر الصرف في تاريخ التحصيل 9.12 جنيه لكل استرلين. طيب، إذا علمت أن إثبات العمليات السابقة في دفتر يومية شركة الصرف المصرية الدولية، إذا علمت أن الشركة تقفل حساباتها في 30/6، بتقفل حساباتها، يبقى أنا هو إقفال الحسابات في 30/6 هي مفروض 31/12، تقفل حساباتها 31/12 من كل عام، وأن أسعار الصرف في 31/12 أهدى الصحة 31/12/2013 سعر الصرف هنا كان للاسترليني 8.8 جنيه لكل جنيه استرليني. طيب، الدولار ساك منه دلوقتي، واليورو دي تعتبر عملية بيع آجلة. عملية بيع آجلة لو بصنا لها كده اهو، ادي 26/11/2013، ادي البيع ب 300,000 استرليني، سعر الصرف 8.9، ادي 31/12/13 سعر الصرف هنا 8.8، السداد 15/1/14/2014 سددنا، سعر الصرف كان 9.12. خلي بالك معايا، الاثبات هيتم في الثلاث تواريخ دول، دي عملية آجلة، اشترينا في 26/11 وهنسدد في 15/1 السنة اللي بعدها. طيب، هنيجي نقول قيمة العملية في 26/11 300,000 في 8.9، 3 × 9 = 27، و3 × 8 = 24، 24 × 2 = 26، 2,670,000. طيب، قيمة العملية في 31/12 عندي 300,000، دي 3 × 8 = 24، و3 × 8 = 26، 2,640,000. هنا 300,000 في 9.12، 3 × 12 ادي 36، ادي 27، 2,760,000. خلي بالك معايا هنا، تعالى نثبت عملية البيع الاول. هنيجي نقول من حساب المدينين، شركة ايه ديت؟ شركة الشركة السعودية، حساب مدينين شركة سعودية إلى حساب المبيعات بكام؟ ب 2,670,000. 2,670,000، أدي قاعدة أهي، إثبات العملية مقومة بسعر الصرف في تاريخ حدوثها 8.9. نيجي في 31/12، في 31/12 سعر الصرف اتغير من 8.9 الى 8.8، يعني بدل ما احصل على الاسترليني ب 8.90، هحصل عليه هنا او قيمته اصبحت 8.80، يعني في خساره هتقع على الشركه. يبقى في الحاله دي نيجي نقول في خساره، يبقى نقول من حساب ارباح وخسائر التغير في سعر الصرف، التغير في سعر الصرف كام؟ 30,000. ال 30 الفرق بين ده وده، او 300,000 في 8.9 ناقص 8.8، 8.8 ناقص 8.9 سيان، الفرق اهوت وخلاص 30,000 من حساب الى حساب المدينين، الى حساب ايه؟ المدينين شركة سعودية، لأنها هتخفض المديونية اللي عليه،
ادي 30,000 وادي 30,000. انت لما عملت القيد اهو اصبحت العمليه مقومه بسعر الصرف في 31/12، يعني ب 8.8 من ايه؟ من 10. طيب فين في 31/12 بنقفل الحسابات؟ هنقفل حسابين اثنين، المبيعات وارباح وخسائر التوافق سعر الايه؟ الصرف. المبيعات خلي بالك في ناس بتعمل القيود خطا، قيود الاقفال. المبيعات دائنه عشان نقفلها نجعلها مدينه، يبقى من حساب المبيعات الى حساب المتاجره، الى حساب المتاجره قيد عادي خالص، 2,670,000 وادي 2,670,000. قفلنا قيمه المبيعات اهو في حساب الايه؟ المتاجره، وراحت كايراد في حساب المتاجره. طيب الارباح والخسائر هنا مدينه، عشان نقفلها هنقفلها في حساب ارباح وخسائر بتاع المنشاه اللي هو العام. يبقى نقول من حساب ارباح وخسائر، لان دي خساره، الى حساب ارباح وخسائر التغير في سعر الايه؟ الصرف بكام؟ بال 30,000 وادي 30,000. خلاص كده؟ طيب ادي خلصنا من 31/12. نيجي في 15 ايه؟ 1. سعر الصرف اتغير من 8.8 من 10 الى 9.12%، يعني زاد ب 32%. 32%. في كام؟ في 300,000. يبقى بتساوي 96,000. ده يعتبر ربح للشركه، الشركه بتاعتنا احنا، لان هي بايعه بضاعه. يبقى المدينين هيزيدوا ب 96,000. يبقى نقول هنا اهوت القيد بتاعنا من حساب المدينين الى شركة سعودية، ديت شركة سعودية، إلى حساب أرباح وخسائر التغير في سعر الإيه؟ الصرف. 96,000 وآدي 96,000. خلاص. نيجي بقى نعمل قيد السداد. إحنا هنسدد طبعًا ب 9.12 من إيه؟ من 100. أهو. هتيجي تقول من حساب، مش هنسد، احنا هنحصل من حساب البنك الى حساب المدينين شركة سعودية بكام؟ ب 2,736,000 اللي احنا حسبنا قيمتها قبل كده، اللي هي دية 2,736,000 مقاومة بسعر الصرف 9.12%، 2,736,000. طيب خلصنا من التمرين الثاني. التمرين الثاني العملية الثانية التمرين فيه ثلاث عمليات. العملية الثانية في 15/12/13 اقترضت الشركة من البنك الأهلي قرضا قيمته 300,000. يبقى اقترضت 300,000 يورو. يورو سعر صرف الفوري 8.5. يبقى 8.5، يبقى انا هو حصلت على قرض 8.5 لكل يورو بفائدة ربوية 12% سنوي، تم ايداعه بحسابها الايه؟ بالبنك، على ان يسدد القرض وفوائده في البنك 30/6/14. سعر الصرف 8.7. هنسدد هنا، حصلنا القرض 15/12/13، وهنا هنسدده في 30/6/14. سعر الصرف هنا 8.7، وهنا سعر الصرف في 31/12 ايضا، 31/12 لليورو 8.85. نيجي نحصل، نجيب القيم الاول، 300 في ده، 3 في 5 ب 15، ادي 25، 2,550,000. و 300 في 8 85، 3 في 5 ب 15، و 3 في 8
ب 25 ومعانا 2 والثلاثة في 8 24 25 2,550,000. 3 في 7 ب 21 والثلاثة في 8 ب 24 24 و2 26 ادي 2,600,000. هنكمل العملية دي في اللقاء القادم بإذن الله. هذا وقد انتهى اللقاء الأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.